شيء في العالم. كتب مصر وفارس واليونان. بلال حافظ. وبكل تواضع اقبلوا التحدي. جيش الملوخية. نم 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 نم. مبروك وحوش الملوخية اللي فازوا بالسماعات اللي سوينا عليها سحب في مذكرة سابقة. أرسل لكم سماعتين من هذه. السحب كان على سماعتين، واحد من الفايزين ارسلنا له مارد، ارسلنا له مارد، ارسلنا له مارد، فرحنا كلمنا شخص ثالث فاز. بعدين اللي ارسلت له مارد ارسل لي وقال لي انا ما رديت عليك لانه ماما سحبت الجوال لانه كان عندي اختبارات. صعب جدا تقول لي واحد زي كده راحت عليك. واجبي تجاهكم يا وحوش الملوخية اضبطكم قد ما اقدر. فتحت اللابتوب، ارسلت الايميل اللي كان بيوزع السماعات وقلت لهم هذا الرجال كان عنده اختبارات ما قدر يرد علينا، فدينا الجائزة لشخص ثالث، الشخص الثالث برضه يستاهل الجائزة لانه قد كلمته، لكن هذا كان عنده اختبارات وامه قالت انه ذاكر كويس يستحق سماعات. ردوا علي عزيزنا عمر حسين يستاهل سماعات. فمبروك عليه هو كمان. معاكم لؤي من المملكة العربية السعودية، أشكر عمر حسين على الجائزة الرهيبة اللي اشتركت فيها في قناة اليوتيوب، وأتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم يا رب. شكرا سوديو، شكرا عمر على الهدية الرائعة، الكفر الرائع، الكاب هذا. وأخيرا تابع تاكون تايتل، هذا شيء مهم، تابعوا التاكون تايتل. إذا أنتم مهتمين تشتروا السماعات هم يوصلوا حول العالم مجانا. تعرف كيف في رمضان دائما نشتكي على المحتوى غير اللائق اللي مو رمضاني، مسلسلات مو كويسة بتدمر الأطفال بتدمر الجيل القادم. ونفس الشيء على حتى الفعاليات، ما في فعاليات للأطفال، ما في أشياء تربوية، كله من التجار الأشرار، إن شاء الله كلهم يموتوا جيعانين او شيء زي كذا. يعني لو فكرنا بمنطق من غير عواطف، انت عندك عرض عندك طلب، اذا كان في طلب حيصير في عرض، اذا كان في عرض من غير طلب العرض حيقل. بسيطه جدا، لانه طلبنا عالي على المحتوى الهابط حيكون في محتوى هابط. في محتوى كويس صح ولا لا؟ في فعاليات كويسه، لكن هل فيها طلب يكفي؟ بلال حافظ، هذا الفلوج انت حتكون بطل القصه. طيب ابغاك تحكينا، قول لنا ايش بيصير هنا وانت ماشي، نحن نصورك وانت ماشي. والله هنا بيصير عندهم خيمه حلوه. جميل. فانا كشخص كيف اقدر اساعد؟ كفرد مش كحراك عالمي، واحد انسان نفر ونو كيف اقدر اساعد؟ بانه لما اشوف شيء كويس اديله وقتي، بعض الاحيان حتى اديله فلوسي. منتجات اللي احسها تخدم القضايا اللي انا اؤمن بيها اروح اشتريها، ممكن افضلها على منتجات ثانيه. نفس الشيء في الفعاليات، وهذا يجيبنا للزياره اللي سويتها اليوم. لقيت فعاليه مره حلوه اسمها 1001 اختراع، او اسمهم اسوه، ماني متاكد اسمهم 1001 اختراع ولا اسوه، ولا هي 1001 اختراع هي الشركه واسوه هي الفعاليه اللي جات هنا حقت شركه 1001 اختراع. اعتقد كده صح. ما علينا، الفعاليه كانت ممتعه جدا لانه كانت تشوف الماضي حق تاريخ العلماء المسلمين او العلماء العرب، لا العلماء المسلمين في العصر الذهبي حق المسلمين. وماذا عن علوم الطب اراكم تفكرون؟ كان في له السينما من كل بقاع الارض ومن كل البلدان، رجال ونساء بمختلف عقائدهم اتوا بكل اهتمام ليبنوا مجالس علم ليحسنوا فيها الفكر والكلام. وتشوف السينما تلف كده 360، وهذا شيء كان رهيب. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يقعد غنم في الصحراء ينظر طويلا الى السماء متاملا في هذا الكون البديع. وفي عام 12 للمعلم الاول فهذا عمه في رحلة تجارية إلى بلاد الشام. ما عرفت أصوره لأنك أنت بتتفرج كذا، فما يمديك تصور، يعني ما يمديني أصور كذا، كان لازم أصور يمين يسار فوق تحت. غريب جدا، أرهب شيء في العالم. كان في مسك، كان في الجهة المنظمة، كان في هيئة الترفيه، يعني أكثر من جهة،
وسوى هذه الفعالية اللطيفة. كيف أنا أقدر أقول للجهات المنظمة هذه، أقول لهم واو هذه فعالية حلوة نبغى كثير منها؟ أحس هذا حل ألطف وأنسب وعملي أكثر من إني أروح أحارب الفعاليات الثانية. أتكلمنا عن الموضوع قبل كده فاكرين؟ فحنستخدم هذه الفعالية كمثال، بعدين نطبقوا ده المثال في أي شيء تاني تسووه في حياتكم. روحوا لحساب مس، قولوا لهم واو فعالية حلوة، إلى متى؟ نبغى نمدد، ما نبغى نمدد، جميلة، كيف نزورها؟ يعني يشوفوا إنه في اهتمام بالفعاليات اللي زي كده. نعم، أعتقد أن بناء السد ممكن بالفعل وبكل تواضع. أقبلوا التحدي، هيا لننطلق. إذا فليس لدينا وقت نضيعه، ولكن إلى أين سنبحر؟ إلى القاهرة. هيا بنا. وهكذا انطلق ابن الهيثم المقدام بمغامرته لبناء السد متحديا أصعب المهام. الفكرة لما العارض يشوف انه في طلب، في المام، في تفاعل، حتى لو كان صعب عليك تروح، مع اني انصحكم تروح تزوروها، لما يكون في تفاعل مع الشركاء او مقدم العرض حتى لو كان اونلاين مو في الحقيقه، هو حيفكر يقول اها السوق يبغى هذا النوع من العرض، اذا حنعطي له هذا النوع من العرض. يا اعتقد هذه فكرتي اللي تذكرت اليوم. كم يوم حتقعد هنا؟ 20 يوم باذن الله. تعيدنا من امس 1 الى يوم 25، من الى 25 رمضان، الى 25 رمضان من الساعه 10 الى الساعه 2. شيك مره دائما وابدا. احسن حاجه بالمعرض هي المسرحيه، بس مشكلتها بالصوت، ضعيف الصوت، ما في صوت. فين خالد؟ يا خالد علي صوتك يا خالد. حتى الممثلين دمهم خفيف. يا خالد دمك خفيف. شكرا لكم، نتشرف بذلك. روحوا شوفوها اذا تبغوا، او قولوا لي ايش تبغوني اوريكم في جده، لاني قاعد في جده في رمضان. أعتقد لازم أقص شعري، ماني متأكد 100%، أعتقد إنه خلاص يجب أن أحلق.